طيب اليوم الثلاثاء الموافق 19/1/2020 بنبدأ في تشابتر جديد اللي هو الاكسكريتوري سيستم. انا لما بحكي اكسكريتوري سيستم هنا بعني ثلاث شغلات. الاولى بعني الكدني، في البداية الكدني، اهم شيء الكدني، كدني. بعدين بحكي عن يوريتر، يوريثرا، يوريناري بلادر، يوريناري بلادر. المقصود هنا الكلى، الحالب، المثانة، وإيش الأخيرة هاي؟ يوريناري يوريثرا، يوريناري بلادر، إيش بيسموها بالعربي؟ اللي هو حوض الكلى. anyway، فهذا المقصود في الاكسكريتوري سيستم. لكن مين اللي احنا بنركز على الكدني؟ الآن معروف إنه الهيومن بادي في عندنا تو كيدنيز، واحدة ليفت وواحدة رايت، تيجي في المنطقة الخلفية للظهر، في منطقة البلفس، فوق البلفس، فوق الحوض. الآن الكدني يا جماعة حسب ما هون مكتوب طولها حوالي 10 سنتي. بتم فيها تشكيل اليورين، اليورين اللي هو ناتج عن عملية التخلص من الفضلات اللي موجودة في الجسم، لأنه السبيل الوحيد للتخلص من الفضلات هو الكدني. شو كمان؟ عملية إنتاج اليورين بسموها يورينيشن. هاي ان جنرال معلومات عامة عن الكدني. شو كمان كاتبين؟ الكدني لو نيجي نتفرج على الستركشر يا جماعة، نروح السكشن هيك، الكدني كدني، نيجي ناخذ ستراكشر، نلاحظ انه الكدني بتتكون من طبقتين، من طبقتين. الاولى بسموها كورتكس، كورتكس يعني قشرة، والميدولا، ميدولا، ميدولا اللي هي الحشوة، والكورتكس. anyway، الان في شغلة مهمة في الكدني. الكدني بمر فيها الارتري والفين. الارتري اللي خاص في الكدني بنسميه رينال، فكلمة رينال كلمة علمية معناها كدني، فإذا كان ارتري بنسميه رينال ارتري، إذا كان فين بنسميه رينال فين. فوين ما بتشوف كلمة رينال معناته كدني عندي. الآن نهاية الكدني لو تنطلع هنا نهاية الميدولا بيجي عندي هيك الشكل، تلاقي فيها أهرامات. لو تطلع في الكدني من جوا بتلاقي فيها بايراميد، أهرامات، نهايتها بسموها بلفس، أحواض، رينال بلفس، اللي هنا بتشكل اليورين ومنه بذهب بطريقه إلى اليوريتر، بعديها يوريناري بلادر، بعديها يوريثرا، ومنه إلى عملية اليورينيشن. الآن الكدني من الداخل لو تشوفها بتلاحظ في عندك في أشكال بهذا الشكل، تلاحظ عندك يونت هيك بهذا الشكل. لو فرضنا هاي الكدني، بتلاحظ في عندك يونت بهذا الشكل، في عندنا يونت بهذا الشكل، وفي عندي يونت بالشكل هذا أصغر منها. الآن اليونت الأولى هاي بتلاقي إنها جاية في منطقة الكورتكس ومنطقة المدلة، فبسموها جاكستا. جاكستا، جاكستا كلمة علمية معناها قريب، جاكستا معناها قريب. جاكستا جلاميريولاس، جاكستا جلاميريولاس نفرون، هلا فرجيكم اياها انواع. جاكستا ميدولاري نفرون، جاكستا قريب من الكورتكس والميدولا، فبسموها جاكستا ميدولاري نفرون. هذا اول نوع من انواع النفرونز اللي موجوده في الكدني. النوع الثاني موجود فقط في الطبقه الاولى، بسموه اللي هي الكورتكس، بسموه كورتيكال. هاي اليونت هيك شكلها بهذا الشكل. هاي اليونت اللي موجودة في الكدني هي المسؤولة عن إنتاج اليورين، هي اللي بتفلتر الدم، بسموها نفرون. نفرون كلمة لاتينية أو إغريقية معناها كدني. فالبيزك فانكشنال والستركتشرال يونت في الكدني المسؤول عن فلترة كل شيء وإنتاج اليورين اللي هو النفرون. والنفرون نوعين، حكينا النوع موجود في الكورتكس والميدولا، سميناه جاكستا ميدولاري، والنوع الثاني كورتكس. لو نيجي نقارن بيناتهم،
أكبر عدد هم لو نحكي عددهم مليون مثلا، لو فرضنا عددهم مليون، 85% منهم كورتيكال، يعني النفرون بنسموه اللي هو يقع في منطقة الكورتيكال في المنطقة هاي كورتكس، و15% الباقيات في منطقة بيجي طويل اللوب وبيجي ما بين الكورتكس والميدولا. الفرق بيناتهم هذا بنتج يورين بكميات قليلة، هذا بنتج يورين بكميات كبيرة. يعني المقصود فلترة هنا في الكور جاكستا ميدولاري أكثر من الكورتكس. طيب شو كمان نحكي عنهم؟ لأن نيجي على تركيب اليورين، خلينا أمحي هاي ووضح لكم إياه بشكل الرسم. طلع على تركيب اليورين، آسف، النفرون اللي هو وحدة البناء والوظيفة، البيزك ستراكشرال اند فانكشنال يونت في الكدني اسمه النفرون، واي شيء بتعلق في الكدني بسموه نفرون، مختص الكدني بسموه نفرولوجي من نفرون. نيجي نطلع على النفرون اللي هو كل الشغل عليه في الكدني، شكله زي هيك يا جماعة، في بيجي على شكل حرف سي، محفظة بسموها بومن كابسول، بومن على اسم العالم بومن كابسول، كبسولة بومن كابسول كاب سول. هذا بومن عالم، خلينا نسميه عالم بريطاني، هذا العالم بريطاني، عالم بريطانيا. الآن البومن كابسول هاي بيجي هنا عندي الهارت، خلينا نحكي هاي الهارت، الهارت بخرج منه آرتري وبفوت في الآخر على الكدني، هذا الآرتري بصير آرتريولز وبشكل عندي كرة من الآرتريولز، هاي الكرة من الآرتريولز بسموها جلاميرولوس، جلاميرولوس. الجلاميرولوس عبارة عن بول كرة، بول أوف آرتريز. طبعا هاي الجلاميرولوس شكلها زي الكابيلاري، لكن هاي مش كابيلاري، عبارة عن آرتريولز، سمول آرتريولز. هاي السمول آرتريولز اللي داخل على النفرون بسموها افيرنت، افيرنت افيرنت، وحكينا رينال بسميها ارتريولز افيرنت، واللي خارج منها بسموها افيرنت. طبعا كله هذا عباره عن ارتريولز. الان البومن كابسول هاي يا جماعه لو نيجي نطلع على تركيبها بتلاقي فيها اندوثيليال تيشو، بتلاقي فيها ثغور او بورز زي اللي موجوده في الكابيلاري بسموها بودوسايت، اللي منها بودوسايت، اللي منها بتم فلترت الدم، بدخل الدم المفلتر فيها الى الكدني، وفيها مازنجيال، فيها نوع من انواع الابيثيليا اسمها مازنجيال سيل مسؤوله عن الاميون سيستم في حال دخل فيروس او بكتيريا. الان الكابيلاري اللي هنا الجلاميرولوس مع البومن كابسول بسموها رينال كاربوكسيل، جلاميرولوس كره من الارتريول، والبومن كابسول اللي هو شكل النفرون بسموها رينال كاربوكسل، رينال كاربوكسل اي كبسوله، كاربوكسلز. الان في هاي البومن كابسول يا جماعه بيتم فلتره الدم، شو اللي بيطلع؟ البلازما، محتويات البلازما فقط، كريات الدم الحمراء لا تفلتر، هذا دم بلد جاي على الرينال اللي نتخلص منه في الويست الفضلات، فاللي بتفلتر هنا فقط المواد الصغيرة راح نحكي عنها. فالمنطقة اللي بيصير فيها فلتريشن اللي هي ما بين الجلاميرولوس والبومن كابسول، هنا أول مرحلة في إنتاج اليورين، حتى أنتج يورين أنا لازم أعمل فلتريشن لمين؟ للدم، هتخلص من الفضلات. بعدها لو نيجي على النفرون نلاقي في عنده في لوب بهذا الشكل متعرج، هيك متعرج، هذا اللوب بنسميه بروكسيمال، قريب، حكينا كلمة بروكسيمال، قريب من البومن كابسول، سموه بروكسيمال كونفوليوتد متعرج، كونفوليوتد تبيول. بعد البروكسيمال بنلاقي في عندي لوب نازل بهذا الشكل انبوب، وبعدين صاعد،
هذا اللوب اللي نازل على شكل حرف يو بسموه هنلي على اسم العالم هنلي. هذا هنلي لوب اوف هنلي، لوب اوف هنلي. هذا ألماني، هذا العالم ألماني، ألمانيا جيرماني. اللوب اللي نازل هذا يا جماعة هيك بكون ثن، بكون ثن اللي نازل. أي شيء نازل بسموه داي سندينج، داي سندينج هابط. وال طبعا بيكون ثن. الصاعد بيكون أعرض هيك شكله، أعرض من الداي سندينج. هذا بسموه السندينج، السندينج معناها صعود، السندينج لوب. هذا داي سندينج لوب، كلهم اسمهم لوب اوف هنلي، عالم ألماني. بعدين نيجي هنا بيجي عندي برضه تيوب متعرج بهذا الشكل، زيه زي البروكسيمال لكنه بعيد عن البومن كابسولز، بسموه ديستال. كلمة ديستال معناها بعيد، ديستال كونفوليوتد متعرج تبيول، برمزوا لها دي ديستال كونفوليوتد تبيول. البروكسيمال هذا برمزوا له بروكسيمال كونفوليوتد تبيول. ديستال بعيد عن البومن كابسول، زيه زي البروكسيمال كونفوليوتد تبيول. اخر جزء في النفرون اللي هو هذا النازل، هذا بسموه كولكتنج داكت، كولكتنج داكت قناة التجميع. هنا في نهايته بتم عندي، بيجي عندي اللي هو البلفس، هنا بتم انتاج اليورين. اليورين عبارة عن مادة بفر سيستم، مادة كيميائية ضارة فيها كل الويست اللي صارت في الجسم. نهاية النفرون بتم تشكيلها في الكوليكتنج داكت. هذا ان جنرال اللي هو الستركشر اوف ذا نفرون بشكل سمبلي. الان يا جماعة اللي بدنا مطلوب منا نعرف كل جزء شو بصير فيه. الان نعرف في بلشنا هنا في الجلاميرولوس مع البومن كابسول، حكينا بصير عندي فلتريشن، شو المواد اللي بتتفلتر راح نحكي عنها، المايكرو. بعدين ديستال كونفوليوتد تبيول المرحله الثانيه، البروكسيمال كونفوليوتد تبيول المرحله الثانيه. هنا مهم جدا المواد اللي تفلترت من الدم البلازما، اذا كان في اشي فيها جود بدي اياه بيطلع منها وبفوت على الارتري، برجع الارتري. هاي العمليه بنسميها ري ابزوربشن، ري ابزوربشن، اعطيها حرف ار، ابزوربشن. الان المواد السيئه اللي موجوده حوالين الكدني اذا بتخلص منها بترجع بتفوت على النفرون، هاي بنسميها سكريشن. فخذ دائما في بالك عمليه السكريشن هي رجوع المواد اللي ما بحتاجها الجسم الى النفرون، عملية الأبزوربشن المواد اللي تم امتصاصها اللي بدي إياها، مثلا بدي مي، بدي فيتامين، ليش تفلتر؟ هو أوتوماتيكلي بتفلتر لأنه حجمه صغير، بس رجع لي إياه، برجع قبل الري أبزوربشن من البروكسيمال تبيول والفضلات السكريشن بترجع إلى النفرون. كذلك الأمر في اللوب في اللي بصير فيه ري أبزوربشن، كهنا في برضه في ري أبزوربشن. الديستال كونفوليوتد تبيول كذلك بصير ري ابزوربشن. ري ابزوربشن المقصود فيه المواد اللي بحتاجها بترجع للانترستيشال فلويد ومنها ترجع الى الدم الى الارتري. هنا بصير عندي ري ابزوربشن، هنا عندي سكريشن. كذلك في الكوليكتنج داكت في شيء اسمه سكريشن للمواد اللي ما بدي اياها، وري ابزوربشن ترجع للدم للمواد اللي بدي اياها. هذول الثلاث عمليات، فلتريشن، سكريشن، ري ابزوربشن، هم المسؤولات عن انتاج في الاخر اليورين. واضح؟ واضح يا جماعة؟ طيب الان بدي اعرض عليكم فيديو حتى نفهم شو اللي قاعد بيصير. هذا الفيديو راح يوضح لك النفرون وشو المواد اللي بتتفلتر وشو المواد اللي ما بتتفلتر وكم نسبة كل واحدة مطالبين فيها. مهم جدا نعرف النفرون كم الحجم للسكريشن، شو المواد السكريشن، شو المواد الري ابسوربشن كم نسبتها، شو المواد الفلتريشن. واضح؟ ادخل اليوتيوب؟ جاهزين؟ جاهزين دكتور. الو جاهزين دكتور.
طيب شايفين اليوتيوب؟ شايفينه؟ شايفينه؟ واضح دكتور. يلا نبدا. مهم جدا زي ما حكيت لكم، ركزوا على الفلتريشن ري ابزوربشن سكريشن والنسب، مطالبين فيها. ضع دائره، دعلي الصوت ونبدا. وظائف النفرون الان هو بدي يورجي شو هي وظائف النفرون وشو تركيبه. So I'll begin by drawing a nephron. And this nephron is a little less than anatomically correct. But when we talk about the physiology of the nephron, it's easiest to draw it out like this. So the blood enters the glomerulus through the afferent arteriole here and exits via the efferent arteriole here. As the blood flows through here and then onto the vasa recta and the peritubular capillaries, elements of the blood get pulled into and out of this system of tubes. Filtration is the major way in which stuff gets out of the blood and into the nephron. Then, as this filtrate moves along the nephron, stuff can get added to it or removed from it. In general, more stuff gets removed from it than added to it. So I'll just label these arrows. F is for filtration. R is for reabsorption, which is the movement of stuff back into the blood. S is for secretion, which is the movement of stuff from the blood into the nephron. And E is for excretion, which is the urine on its way to the bladder. Let's begin by talking about filtration. The filtrate contains a lot of stuff, so I'm just going to talk about the most important ones. In general, the filtrate should not contain any large proteins, like albumin, or any red blood cells. The presence of these suggests a disease process, often within the glomerulus. Normal filtrate contains mainly water, and within that water are many different solutes. Sodium and chloride usually move together. شوف اللي بتم فلترته من الدم عبر البلازما اللي هو الووتر، الملح، البوتاسيوم، البيكربونات، جلوكوز، امينو اسيد، كرياتينين، انتبهوا للكرياتينين، يوريا. جماعة الكرياتينين هذا يصنع في ناتج عمليات الهضم في الكدني في العضلات، هذا في العضلات بيكون الكرياتينين. الكرياتينين بيستخدمه لازم يكون أقل من واحد أظن في المية. الكرياتينين بيستخدموه حتى يحددوا الفانكشن اوف ذا نفرون، يعني إذا أنت بدك تعمل تشوف تفحص كفاءة الكلى عندك بيجي بياخذوا عينة من اليورين اسمها الكرياتينين وبطلعوا الكرياتينين، إذا كان قليل معناته الكدني شغال صح، إذا كان الكرياتينين عالي معناته في عندك مشكلة في الكدني. الكرياتينين يصنع في العضلات وهو ناتج، هو عمليات أيض ما بدنا إياها، مادة سامة بتتخلص منها في الكدني عبر الفلتريشن في البومن كابسول. اليوريا ناتجة عن اللحوم اللي أكلتها، اللحوم أمينو أسيد، الأمينو أسيد الفائض بتحول إلى يوريا في الجسم في الـ في الـ في الليفر، والليفر بتخلص منه عبر الكدني. نكمل، واضح؟ كمل. If everything is working okay with your kidneys, then you produce filtrate at about 90 mils per minute per 1.73 meters squared of body surface area. الآن حقول لك النفرون هذا بيعمل فلترة للدم 90 ملي لتر في الدقيقة.
الآن في الدقيقة الواحدة النفرون بفلتر 90 ملي لتر من الدم، هذا بسموه جلاميرولوس، من هون الجلاميرولوس هاي فلتريشن فلترتوريت، اللي هو حجم اللي بتفلتر في الجلاميرولوس من الدم في الدقيقة 90 ملي لتر. لو نحسبها في الساعة 60 بيطلع حوالي 5.5 لتر اللي هو حجم الدم. فدمك في الدقيقة الكدني بتفلتره كامل، هذا بنسميه جلاميرولوس فلتريشن ريت. في الدقيقة 90 ملي لتر، في الساعة كل دمك اللي هم 5.5 لتر. انتبهوا للجلاميرولوس فلتريشن ريت. اوكي. Note that this is not the same as producing urine because most of the water will get reabsorbed so you don't dehydrate. Now let's look at what happens in the proximal convoluted tubule. Here we get reabsorption of potassium, sodium chloride, water, amino acids, glucose, and bicarbonate. هذول كلهم بدهم اياه، هذول تفلتروا اوتوماتيكلي تفلتروا، انا بدي اياهم ليش يروحوا على اليورين؟ بيرجعوا عبر الري ابزوربشن. كم نسب اللي بتفلتر في البروكسيمال كونفولوتد تبيول؟ هي هون الصوديوم 65، المي 65. اليوريك اسيد الاورجانيك اسيد هذول بديش اياهم، فبفوتوا على النفرون بعمليه السكريشن. هذول محتويات اليورين يا جماعة، هذول الفائض، المي، الصوديوم، البوتاسيوم، البيكربونات، هذول كله فائض بروح على اليورين عبر عملية اسمها excretion، تخلص من ال... يعني هو بيحكي عن هرمون اسمه الدستيرون، بعدين نرجع له، والاتش اي دي اتش هذا انتي ديورتيك هرمون بعدين نجي. بس اهم شيء يا جماعه
انا اللي بهمني هنا خلاص هذول الفلتريشن، شو صار فلتريشن للبلازما، شو صار سكريشن في في البروكسيمال والري ابزوربشن، النسب هاي الووتر لان اي سي ال هذا في البروكسيمال، هنا في اللوب فينلي هذا الدايسندنج صار فقط ري ابزوربشن للووتر، اما في الاسندنج فقط للان اي سي ال طبعا صار ري ابزوربشن. هنا الديستال كونفوليوتد بيقول فقط سكريشن للبايكربونيت والهيدروجين الفائض اللي ما بدي اياه، وصار ري ابزوربشن يعني ايش، طلع من الديستال وراح على الدم اللي هو برضه ماء وملح، دائما الماء والملح بتبعوا بعض، وين ما بيروح الووتر بيلحقوا الصوديوم. في الكوليكتنج ده صارت هون عندي فقط ري ابزوربشن لليوريا للان اي سي ال والاتش 2 او، اليوريا بدي اياها ليش؟ لانها بتحافظ على الاوزمتك بريشر. في النهايه اليوريا اللي بتشكل بيكون الفائض من جميع عمليه الفلتريشن اللي صارت هون، اللي هو الماء الفائض، الصوديوم الفائض، البوتاسيوم، بايكربونات، كرياتينين حكينا بنقيس فيه كفاءة الكلى واليوريا. لهون بنوقف. في حد عنده أي سؤال؟ في حد عنده أي سؤال يا جماعة؟